قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فلا بد إذن من هذه الأشياء الثلاثة: البراءة من كل اسم، قال بسم هذا من اسم، ثم وخرج عن إجماع الأمة، ثم مباينة أهله ومجانبة من اعتقد. إذا ما هو فقط حذر من البدعة والترك المبتدع، لا بد من مجانبة المبتدع ومباينته والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته. وهذا الكتاب كما قلت لكم قرأت عليه في كلام شيخ الإسلام أنه من الكتب التي تنقل السنة ومذاهب السلف وتنقل البدع والمحدثات وتذكر كلام السلف فيها. تذكرون هذا لما تقدم مما قرأناه في الفتاوى عند مسألة إيش؟ السماع، أليس كذلك؟ نعم. فالشاهد هذا الكتاب مصدر من مصادر عقيدة السلف، وصاحبه رحمه الله يقول من السنة وتمام الإيمان وكماله، من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وإجماع خرج عن إجماع الأمة، مباينة أهله أهل هذه المخالفة ومجانبته، والثالث التقرب إلى الله عز وجل بمخالفته. شوف التقرب إلى الله عز وجل بمخالفته يعني ببيان السنة والثبات عليها والدعوة إليها، ما هو تداهنهم، التقرب إلى الله بمخالفته. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.